طيب يا شباب احنا الان بدنا ننتقل الى principle of impulse and momentum. يمكن اخذتوه في الفيزيكس 1 واخذتوه بال هو عباره عن قانون مشتق من قانون نيوتن، يعني ما في شيء جديد. هي عمليه rearrangement of Newton's law. لاحظ احنا من كل نيوتن's law بنكون محصله قوه يساوي mass times acceleration شيكه، وهاي قانون اللي احنا كنا f is equal mass times acceleration. طبعا حطينا الماس، لاحظ مش كنا احنا mass times acceleration، خلينا نكتبها هون f equals، نكتبها هون f equal mass times acceleration، وهذه الاكسلريشن يا شباب هي dv على dt. فلو اخذنا dv على dt يعني صارت تساوي يعني d على dt of mv، هي نفسها ولا لا؟ ففي هذه الحالة لو بعدين ننقل ال dt على f، بس عندي f times dt is equal d times يعني d operated on m times v. بس نعمل integration both sides، لاحظ بيعطيني ال f مضروبة في دلتا t from t1 to t2 considering f to be constant أو function of time. فصار عندي هذا الجانب يساوي إذا عملنا integration لهذه from v1 ل v2 بيعطيني هذه الكلمة اللي هي mv2 minus v2. فصار عندي لاحظ هذه الكلمة يا شباب، هذه الكلمة نسميها الامبولس. الامبولس from time 1 to time 2 أو الامبولس of the force in moving the object from point 1 to point 2. والامبولس دائما بيكون حاصل ضرب القوة ضرب الزمن. طيب يا شباب هذا هو الامبولس. F times delta T بيسميه الامبولس IMP، زي ما انتم شايفين ال IMP هي نفسها هذه impulse of the force F. فلو عملنا rearrangement للقيم، عملنا rearrangement للقيم شباب شو بصير عندي؟ بصير عندي ال M1 ال M times V1 is equal impulse 1 2 M V2. بذكرك هذه في حاجة قانون، قانون ايش؟ work and energy، work work and energy. احنا قبل كنا اذا بتذكروا ال T1 مش كنا T1 plus U12 يساوي T2 شيكا. ولاحظ هذا مشابه very similar. صار عندي ال MV1 اللي هي momentum of the mass at point 1، وال mv1 هي عبارة عن vector quantity. ال imp 1 2 اللي هي ال impulse short of impulse 1 2 اللي هي ال impulse of the force that acts on the object right and cause it to move from 1 to 2. ال mv2 هي عبارة عن ال impulse ال momentum at point 2. فصار عندي هذا القانون لازم يعني احفظه واستخدمه ولا يعطى في الامتحان. طيب شباب the final momentum mv2 of the particle can be obtained by adding vectorially its initial momentum mv1 and the impulse of the force during the time interval mp1. الفلسفة behind all this is the same as the rule for work and energy. Same as work and energy. طيب شباب الدايمنشنز لكل هذا مهم يا شباب، بدك تنتبه انه الفورس تايمز تايم بيعطيني نيوتن سكند، بدك تنتبه لهذه وتساوي طبعا نيوتن سكند نيوتن كيلوغرام تايمز متر بير سكند سكويرد ديفايد تايمز باي اس اللي هي كيلوغرام متر بير سكند، بدك تنتبه للوحدات. طيب شباب الان في عندنا حالتين. الحالة الأولى خلينا نقول ما هي الامبولسيف فورس؟ يعني في قوة وفي قوة. تصور أنت في عندك ملاكمين، وإحنا كنا على زمن قبل كانت الفرجة على التلفزيون بالملاكمة،
احنا اليوم تغير الوضع، صارت كرة القدم وما شاء الله. فالملاكم عادة لما الملاكمين يتقابلوا اللي طبعا البنش اللي بيضربها الملاكم مهما كان كبير اذا ما كانت سريعة ما لها اثر. يعني تصور عندك ملاكم ضخم لكن بطيء، شو راح يأثر؟ راح يأثر صح ولا لا؟ بينما السرعة هي اللي بتأدي، يعني بدك حاجتين مشان تكون effective، مشان تكون فاعل في عملية الامبولس. الحالة الأولى قيمة القوة اللي بتيجي من ذراع الملاكم أو من الضربة أو من الفورس، والحاجة الثانية الزمن، لازم يكون الزمن، وهذا هو الامبولس. ففي عنا impulsive force فاعلة وفي عنا impulsive force غير فاعلة. In fact حتى لا نوصف القوة التي لا تؤدي إلى تغير في المومنتوم لا نوصفها impulsive. فتعريف impulsive force إذا أدت إلى significant change in the momentum نسميها impulsive force. إذا صار عندنا تغير بالمومنتوم بمعنى السرعة تغيرت بشكل واضح، هذه القوة بنقول عنها impulsive force. في حالات كثيرة يعني طبعا واضح العملية لأنه هذه هي السبب في تغير الـ velocity من V1 لـ V2، لولا هذه ما تغير، واضح شباب؟ ذلك نسميها impulsive force. طبعا نحن نتكلم عن الزمن، الزمن يكون very very short period of time. يعني قديش لما انت تصور نلعب سنوكر او الامباكت between two balls of snooker قديش الزمن بيكون؟ fractions of seconds صح ولا لا؟ يعني الديوريشن او الفترة الزمنية للامباكت كم بتكون؟ جدا قليلة، بس لانه القوة كبيرة جدا فبصير عندنا impulsive force. طيب شباب، فهذا هو سبب impulsive force. طبعا التغير في، يعني صور ان عندنا هذه بيسبول، البيسبول هي الكرة اللي بيلعبوا فيها البيسبول في بعض الدول زي كرة التنس الارضي. لو صور ان عندنا هذه الكرة بتتحرك الى الشمال بسرعة mv1، وعادة بيكون البيس اللي هو البات بيضربها بشكل معين، فصار عندنا امبلس، صار عندنا قوة وصار عندنا زمن، فصار عندنا امباكت. هذا الامبلسيف الامبلس ادى الى تغير في الحركة على وجهين، الوجه الاول تغيرت قيمة السرعة والشغل الثاني تغيرت اتجاه السرعة، فصار عندنا تغير mv1 mv2. يعني التغير يا شباب مش شرط يكون بس في القيمة، يعني يمكن تتغير اتجاه وظل القيمة نفس الاشي. اذا تغير الاتجاه صار عندنا impulsive force. ظل impulsive force ما راح تأدي لا تغير في اتجاه السرعة ولا بقيمتها، هذه نسميها non-impulsive force. طبعا هنا بهمنا انه نطبق كل هذا الكلام. المبدأ بسيط جدا زي ما انتم شايفين، القانون بسيط بس نطبق، نحط بعض التمارين الأمثلة على هذا القانون. هذه برضو الصورة شفتوها قبل، بس بدي أشوفها كم واحد بتذكر شو كان المطلوب في السابق. خلينا نقرأ السؤال، وبيقول لي أن أوتوموبيل وينج، هذا أوتوموبيل يعني اسم ثاني للسيارة، أوتوموبيل وينج 4000 pounds is driven down a 5 degrees inclined at the speed of 60 miles per hour when brakes are applied causing constant total braking force of 1500 pounds. نفس الكلام اللي اخذناه في السابق، لكن المطلوب دي هون شو بقول لي؟ طيب شباب، المطلوب determine the time required for the automobile to come to stop. شو قلت يا حسام؟ ممتاز، يعني قبل كان بقول لي determine the distance required to stop، الان طلب الوقت. طيب شباب، ونفس السؤال بدنا نستخدم الامبلس المومنتوم، فشو رايكم؟ شو اول شيء بنعمل؟ نكتب القانون عشان نعرف شو العناصر اللي احنا بدنا اياها في هذا القانون. فبدنا نكتب القانون اللي بدنا، طبعا القانون بيقول لي قديش احنا شو كنا
بالنسبة لكتابة القانون احنا كنا ال M times V1 imp 1 2 is equals to M times V2. طبعا هذا شباب بنحط الإشارة فوق مشان ايش؟ مشان يبين لي انه vector quantity بمعنى الاتجاه. يعني انا بدي احدد الاتجاه لازم امشي حسب الاتجاه المحدد، ما بينفع اجمع باي اتجاه. هذا هو القانون. فانه بدنا ال MV1، طبعا السرعة على السيارة مبين السرعة في هذا الاتجاه يعني بسرعة موازية ال MV1. لذلك انا بختار اني استخدم السطح للطريق كاكس اكسس ومتعامد عليه كواي اكسس مشان تسهيل، مشان ما نعملش تحليل لكثير من الامور. طيب يا شباب، فاحنا بدنا apply principle of impulse and momentum. فلاحظ هذا هو القانون زي ما كنا نكتب القانون. بعدها بنرسم الفري بودي دايجرام اللي واحد من زميلاتكم تفضلت وقالت عنه. طبعا الفري بودي دايجرام هذا هو للجسم. ولاحظ انه احنا اخذنا الاكس والواي اكسس، خلينا نشوف الاكس والواي. هذا هو الفري بودي دايجرام زي ما شايفين، هذا الفري بودي دايجرام وهذا الاكسس اللي احنا راح نستخدمه. هاي عندنا الاكس اكسس، عندنا الاكس اكسس وهاي الواي اكسس. مش معنى ذلك انت بتقدرش تاخذ الافقي، الافق الحقيقي والعمودي، لكن اسهل في حالات مثل هيك نستخدم الافق الموازي للسطح. زي ما احنا شايفين القوى، طبعا ال MV1 اللي احنا نهتم فيه ال MV1 حسب القانون، هذا ال MV1. وعندنا ال FT، ايش ال FT هذه؟ طبعا هذا ال FT due to friction، كل القوى المعاكسة حطناها او اختزلناها في قوة واحدة F معاكسة ومعاكسة للقوة زي ما احنا شايفين، وضربناها في T. ليش ضربناها في T؟ لانه احنا بدنا الزمن. لابد نستخدم احنا الامبولس مومنتوم، الامبولس مومنتوم هذا بده القوة ضرب الزمن. فضربنا القوة ضرب الزمن F times T. في عندنا هنا normal reaction برضو ضربناه في T، وفي عندنا الوزن برضو ضربناه في T. واضح؟ هلا لاحظ ال NT هذه متعامدة مع السطح، لذلك ما في مومنتوم بموازاة الطريق، ما له مومنتوم، يعني ما بقدر احلل هذه، بينما ال W بقدر احللها. وانتبه لهذه الأهمية. يعني في عندك ال W، إذا كانت ال خلينا نشوف نكبرها شوية، إذا كانت ال W بهذا الشكل، هاي ال W، واضح شباب؟ وهنا عندنا الخط هذه 5 degrees، فبإمكاني أحلل ال W، خلينا نشوف، فصارت عندي ال W صار عندي هذه في هذا الشكل، واللي بيهمني أنا هذه القيمة اللي هي إيش؟ W time sin 5. ليش؟ لأنها هي القوة، لأنه هذه متعامد، هذه القيمة متعامدة، فما راح تفيدني هذه القيمة، صح ولا لا؟ هذه القيمة راح تفيدني أو تدخل في المعادلة. فاتجاه إذا كان هذا الاتجاه موجب، فهذه صارت عندي W time sin phi، وضربها في التايم، ضربها في T، فصار عندي الإمبولس due to the components of the weight. فصار عندي شباب ال MV1 plus W times sine 5 اللي هي كنا عنها times T موجب، minus F times T اللي احنا كنا ال F times T معاكس، يساوي 0. هذه 0 منين جات؟ اللي هي ايش؟ M times V2، وال V2 كنا stop، فصارت 0. المعادلة هي نفسها. طيب يا شباب، بعدها عملية تطبيق مباشر أو تعويض مباشر بيعطيني التايم، لأنه الاف موجودة عندي، الدبليو موجودة عندي، فما في عندي إلا التايم. و it took us 9.49 seconds to stop. طيب يا شباب، في حدا بده يسأل سؤال؟ خلينا ناخذ سؤال ثاني. نرجع للبيسبول.
احنا عندنا كتب مبنية يعني كتب الكاتبها امريكي فبحط امثلة من السبورت البوبولار in his country. A 4 ounces baseball is pitched with a velocity of 80 foot per second. شو معنى كلمة pitched؟ pitched يعني thrown. thrown at the speed. pitched with a velocity of 80 foot per second. لاحظ بشكل افقي. هو عادة ما بصير يعني اللعب الصحيح في البيسبول ما بيكون بالطريقة هذه، لكن اللي بتدربه صغار واللي يعني ما بيعرف يلعب البيسبول أول ما بيدربوهم إنه تكون بيسبول على الأرض، فهو بيكون مع البات وبيحاول يضربها إلى مسافة معينة إلى قوانينها. عادة البيسبول تضرب من قبل اللاعب بهذا الشكل، واضح الشباب؟ فالطرف الآخر بيحاول يضربها إلى مكان بعيد، وفي لاعبين على اطراف الملعب فبيحاولوا يمسكوا الطابه ويرموها back to the throw. طيب شباب على كل حال احنا حنا الحاله الاولى 8 foot per second after the ball is hit by the bat. هذا هو البات. It has a velocity of 120 foot per second in the direction shown. يعني ضربناها في البات ف اتجهت بهذا الاتجاه، صار تغير في الاتجاه، صار تغير في القيمة. فصار عندنا تغير في المومنتوم. طيب يا شباب المطلوب مني بيقول لي if the bat and the ball are in contact for 0.015 seconds. هذه التايم اللي كانوا في خلال الامباكت يعني لما ضربها كانت هذا الوقت موجود. Determine the average impulsive force exerted by the ball during the impact. بقول لي the average impulsive force. ليش حكى لي average؟ شب شو كم يعني مين بي بيقدر يحكي لي شو أهمية كلمة average هنا؟ لأنه تتغير مش بشكل مش constant بتكونش constant بقدرش أحسبها. القوة أي قوة؟ impulsive force. impulsive force كيف يعني بتتغير؟ مع الزمن ترد تصغر. يعني يا شباب احنا لو بدنا نرسم ممتاز يا عوض احنا لو بدنا نحط الفورس هون هون التايم at the time of contact at the time of contact لاحظ انه اول ما يصير تلامس بتكون القوة بينهم صفر صح ولا لا في خلال فترة قليلة جدا بطلع بهذا الشكل. طيب يا شباب خلال فترة كلية جدا بيطلع بهذا الشكل. طبعا في فترة هنا وبعدين بصير عملية الهبوط. هذه يمكن واحد يقول لك لا هي مش هيك بتطلع هيك وهيك. هي الحقيقة كل ما قل الزمن كل ما اقترب هذا الخط من الاف من الواي اكسس كل ما قل الزمن. لذلك انت يعني اي قوة بدك تحسب القوة العظمى ولا القوة لذلك احنا بناخذ الافرج. طيب شباب لذلك مهم جدا نفهم شو معنى ليش اخذنا الافرج امبولسيف فورس ما اخذنا الامبولسيف فورس غلط نقول الامبولسيف فورس. طيب هذه واحدة فاحنا هو بكل لي اوجد الامبولسيف فورس او الافرج امبولسيف فورس وكمان بكل لي exerted on the ball during impact exerted on the ball. مين اللي راح يأثر على البول؟ البات. طيب يا شباب فهي بدك تشوف قديش القوة لما تكون البول في هذا المكان قديش القوة خلينا نقول في هذا المكان قديش القوة اللي أثر البات عليها في هذا القوة. طيب يا شباب قبل ما ننطلق لعملنا بدي أشوف كم واحد عنده خلفية في قيمة الأونسز الأوزد stands for ounces. شو الأونسز؟ الصبايا لازم يعرفوا الأونسز. الأونسة الأونسة منين احنا بنربط الأونسة بإيش؟ بالذهب. الأونسة واحد يشتري أونسة ولا يشتري 5 ounces. الأونسة هي 1/16 من الباوند. صح ولا لا شباب؟ الآن غالي الذهب يمكن حوالي 1300 دولار للأونس للأونس أو الأونس نحن نقول عنها أونسة فهذه الأونسة شباب every 16 ounce every 16 ounces بنحطها وزاد تساوي 1 pound
1 pound weight every 16. وهذا وزن، لاحظ هذا وزن. يعني إذا بدي أنا أحول هذولا إلى كتلة، كيف بدي أحولهم إلى كتلة؟ هذا وزن، كيف أحوله إلى كتلة؟ بدي أول إيش أقسم على 16 عشان يعطيني إيش؟ عشان يعطيني pound. وبعدين إيش؟ قسم على 32.2 مشان يعطيني الكتلة pound mass. طيب شباب نبدأ بكتابة الفورميلا، يعني زي guide for us، زي guide for us إنه تعرف يعني نعرف شو اللي بدنا إياه. ولاحظ السهم هذا، هذا السهم بدلنا إنه في عنا اتجاهات لازم نهتم بيها. فلاحظ في عنا كمان هنا اتجاه 180 يعني 40 درجة. فإحنا بدنا الآن إن نختزل العملية في إيجاد impulsive force باتجاه الأكس والواي. والأكس والواي مهم جدا نحط الأكسس that are positive مشان نعرف شو positive شو negative في العملية. فعطينا X وY، يمكن تحطها هذه هون، فدائما نحط الأكس والواي أكسس. زائد بنقدر نرسم الفري بودي دياجرام، بتمثل الفري بودي دياجرام او كتابه هذا القانون، رسم هذا القانون رسما. هذا القانون مرسوم رسم بالنسبه لي، مش هذا القانون مكتوب كتابه، هذا القانون مرسوم رسم. شوف اول ما حطيت الام في 1، لاحظ الام في 1، لاحظ شو هون حطينا الأثر القوة المؤثرة من البات على البول وجزأناها إلى FX وFY. ليش؟ لأن المحصلة أنا ما بعرف، المحصلة يمكن تكون بهذا الشكل، لاحظ يمكن المحصلة تكون باتجاه القوة، بس أنا ما بعرف كداش قيمتها ولا بعرف اتجاهها، بعرفش كداش قيمة FX وكداش قيمة FY. يعني مين بضمن لي ان محصلة الـ FX ومحصلة الـ FY بتكون على نفس خط الـ velocity؟ ما في ضمان. فأنا بعتبر بقول الـ FX يعني هذا افتراض الخط، هذا افتراض الاتجاه، FX افتراضي والـ FY افتراضي لأعلى، يمكن يكون الاتجاه معاكس، بس أنا بفترض الـ FX بهذا الشكل. ولاحظ حطيت FX times delta T و FY times delta T مشان نمثل الامبلس، هي اف اكس واف واي، بس الاف اكس تايمز دلتا تي بيعطيني الامبلس. طيب وهنا طبعا الام تايمز في 2 اللي بيمثل المومنتوم الثاني. ولاحظ اول ما بدينا حطينا كنا الاكس كومبوننت مشان نعمل تحليل للقيم. فاول عمليه انه احنا لو اخذنا الاكس اكسس، لاحظ يا شباب لو اخذنا الاكس اكسس، لاحظ عندي حسب هنا الاكس موجب لليمين، فصار عندي ماينس ام تايمز في 1. لاحظ انا عندنا ماينس تايم ام تايمز في 1 بلس اف اكس تايم دلتا تي. ليش بلس؟ انا افترضتها باتجاه اليمين، فصارت بلس اف اكس تايم دلتا تي از ايكوالز تو، طبعا بدي احلل هذه القوة باتجاه الاكس اكسس، فصار عندي هذا الاتجاه قديش قيمة هذه اللي هي mv2 times cosine of 40. لاحظ يا شباب هذا باتجاه الاكس اكسس. الان بقدر احط القيم او اعوض زي ما بدي. لاحظ هنا 4 على 16 تقسيم 32. ليش؟ كنا مشان نحصل على الكتله. تايمز v1 كانت 80. fx ما بنعرفها، هنا في خطا، معلش سامحونا، يعني هنا في خطا في القيمه هذه. شو كنا قديش القيمه؟ 0.015. فغيروا هذه القيمة شباب 0.015، الجواب بيطلع صحيح، يعني احنا ما بس اخطأنا في الطباعة. طيب شباب هاي 0.015 is equal نفس الاشي m times 16 اللي هي 4 over 16 divided by 32.2 multiplied by 120 times cosine 40. طيب شباب المجهول بس fx، عملية بسيطة، fx is equal 89 pounds. هذه pound mass ولا pound weight؟
لأنها قوة، صح ولا لا؟ هذه قوة، فلازم تكون pound weight. طيب ال y axis نفس الشيء، طيب شباب ال y axis نفس الشيء، نفس الحاجة هنا وهنا، هذه القيمة وهذه القيمة. اه قديش قيمتها كنا؟ 0.015. طيب شباب نفس الشيء، وال f y times delta t، لاحظ هنا وين ال m times v y؟ لانه ما عندنا حركة الاولى البدائية، الحركة الثانية horizontal ما في، فزيرو يعني في عندي 0 plus f y times delta y is equal m v 2. ولاحظ هذه كانت موجبة، ليش؟ لانها الاعلى، فصار عندي ال f y is equal 39.9. الان شباب عملية وضع الكوة هذه لازم نعملها بطريقة، اما بتحسب لي المحصلة الطريق البايثاغورس، او بتكتبها بهذا الشكل. هذا يكفي للي بده يعرف، يعني لو حطيت لي انه f is equal 89 pounds in the direction of i plus 39.9 direction of j، هذا يكفي. او بتحط لي المحصلة وبتجد الزاوية. طيب شباب اللي بده يص، طيب في عندنا هذا الباكيج، في عندنا 10 كيلوغرام باكيج drops from a chute into a 24 kilogram. ايش الشوت؟ شو هو الشوت؟ الشوت هو عبارة عن مستوى، هذا هو الشوت، بحيث يكون زي يعني سطح خلينا نقول سطح مائل، بتنزل عليه عن عليه الامتعة الثقيلة حتى يعني تنزل بدر، يعني بدل ما ندبها دب فبتنزل بطريقة بزاوية، هذا هو الشوت. أيوة. طيب يا شباب فعندي 10 كيلوغرام package drops from a chute، طبعا هو الزاوية معطيه 30 degrees into a 24 kilogram cart، هذا هو الكارت يعني زي العربية، واضح؟ with a velocity of 3 meters per second، يعني لما نزلت هذه الباكيج او هذا الباج نزل بسرعة 3 meters per second. Knowing that the cart is initially at rest and can roll freely, determine A, the final velocity of the cart. يعني قديش سرعة الكارت هذه بعد ما نزلت عليها المادة، والأهم منها إنه the impulse exerted by the cart on the package. الآن لما تصل الصندوق لما يرتطم في العربي شو بصير؟ بصير رد فعل، صح ولا لا؟ زي اصطدام، يعني في عندنا اصطدام بين وين؟ يعني هذه النقطة، ممكن هذه النقطة ترتطم يمكن في هذا المكان، فصار عندنا ايش؟ بصير عندنا رد فعل. هذا رد الفعل ما بنعرفه، هو بس بده يعني اجده، لاحظ؟ فبقول لي find the impulse exerted by the cart on the package. يعني بدي اعتبر انه هون بصير عندي fx و fy، fx. طيب شباب هاي عندي fx و fy في هذه النقطة. وبعدين بدي the fraction of initial energy lost in the impact. طيب شباب هذا كل اللي احنا بدنا اياه. الان اول طلب بيقول لي determine the final velocity of the cart. طب هو ال final velocity of the cart لما الباكج ينزل على الكارت مش بيتحركوا مع بعض، ولا الباكج بروح مكان والكارت بروح مكان؟ تحركوا مع بعض، بصير سرعة واحدة، صح ولا لا؟ فاحنا اول شيء بدنا ناخذ القانون ال impulse and momentum and apply it to what? Apply it to the whole system. الباكيج مع الكارت كأنهم وحدة واحدة. بعدها بدنا ناخذ الكارت الباكيج لحاله ونرسم الفري بادي دياجرام ونطبق قانون الامبولس مومنتوم
على الباكج لحاله مشان نجد قديش القوة Fx و Fy اللي بتأثر عليه. طيب يا شباب, first we apply the principle of impulse and momentum to the package caught system, يعني مع اثنين مع بعض مشان نجد قديش يعني السرعة الكومن between them. مهم جدا ان نعرف وين الموجب والسالب بهذه الدرجة بهذه الطريقة. طيب يا شباب, صار عندي ال mv1, طيب فعندي ال mv1 ما في شيء ثاني لانه هذه كانت الكارت, هذه كانت ثابتة stationary ما بتتحرك, معنى ذلك ما في عندنا momentum initial momentum لإلها, بس المومنتم لها. طيب يا شباب, فصار عندي انا لو بدي اكتبه بشكل يعني دقيق لازم اكتب شو هون, شو اكتب هون, ام كات تايمز في كات 1. طيب يا شباب, الفي كات 1 هذه القيمه صفر, هاي زيرو, هاي زيرو, فصارت عندي زيرو, فظل عندي الام بي تايمز في 1 والامبلس للجميع لاثنين مع بعضهم لأن احنا ماخذين اثنين مع بعض, فهذه الامبولس لاثنين مع بعض يساوي الـ MP plus MC مع بعض times الـ V للكومن لأنهم اثنين. طيب شباب, لاحظ انت القوة اللي بتأثر على السيستم هي بس عبارة عن قوة vertical force لأنه هذا normal reaction. طيب وين راحت القوة اللي هنا؟ ما في قوة هون؟ في قوة احتكاك ولا ما في شيء؟ نعم؟ لا احنا بنقول بعد الاصطدام. ممتاز ممتاز, في عندنا عجلات, العجلات ما بتسمح في قوة الاحتكاك, ممتاز. Well, good point. العجلات يا شباب ما بتسمح في عملية الرولرز, دائما بنقول انه بيمتص الاحتكاك هكذا, فبصار عندي بس القوة الوحيدة اللي هي upward. الآن لو بدنا نطبق القانون باتجاه الاكس اكسس يعني الاكس كومبوننت, خلينا نتخلص بس من هذا, فلاحظ انت الاكس كومبوننت فقط, فصار عندي ال ام تايمز في تايمز كوساين 30, يعني انا بدي احلل هذه لساين كوساين, في عندي هذه الكوساين وفي عندي هذه الساين, فهذه الـ MP times V times cosine 30 اللي هي هذه. طيب شباب, plus الـ MP باتجاه الـ X axis 0 لأنه بس عندي الـ MP باتجاه الـ Y axis is equal MP times MC, يعني مجموع الكتلتين مضروبة في V2 اللي هي common between them. ففي هذه الحالة أنا بعرف كل شيء ما عدا الـ V2, الـ V2 في هذه الحالة وجدناها is equal 0.742. ممكن يطلب مني اني اجد قديش الرياكشن في هذه الحالة, معنى ذلك بدي اكتب معادلة باتجاه الواي اكسس. طيب شباب, بس انا ما بدي اياها, انا مش طالبها مني, بس انتبه. طيب هسا هذا العمل, الان بعدها بنتقل الى الباكج لحاله مشان اجد القوى اللي بتأثر عليه. لاحظ انت الان هذا الباكج بدي استخدم نفس القانون, هذا القانون بس مطبق بس على الباكج. لاحظ عندي الـ MP times V واحد كارت, الآن صار عندي FX و FY هذول افتراضيا بهذه الاتجاهات, يمكن انت تعكسهم يعني تكون الـ FX باتجاه الشمال والـ FY لتحت, مش مشكلة. Is equals to MP times V2, تعويض بسيط من العملية لأنه أنا بعرف كديش قيم كديش قيم كل واحد منهم. الأولى زي السبق MP times V1 times cosine 30 اللي بدنا احنا للX axis, لهذه الX component زي ما هو بده يعني الX component, فصارت الX plus, لاحظ هنا في عندي FX افتراضي باتجاه اليمين فصار موجب times delta T is equal MP times V2, هذه ال V2 انا بعرفها, مش هسا وجدتها, هي نفس ال V2, فصار عندي مجهول واحد اللي هو ايش, هذه القيمة FX times delta T الامبولس اللي هو بيطلب مني الامبولس, ما طلب مني القوة, الامبولس هو حاصل ضرب القوة ضرب الدلتا تي, فخليه زي ما هو. فصار عندي الاف اكس تايمز دلتا تي اللي هو الامبولس باتجاه الاكس اكسس از ايكوال ماينس 18.56. الماينس ليش ماينس او ماذا تعني الماينس؟
انه انا الاتجاه اللي افترضته مش صحيح. المفروض الاتجاه بيكون بهذا الشكل. واضح شباب؟ فانت افترض، واذا الجواب بيعطيك سالب معناته افتراضك الاتجاه الافتراض بيكون معاكس. طيب شباب، طيب وباك علي ايش؟ باك علي اجد الاف واي بنفس الطريقه. الواي كومبوننت طبعا انا هذه اللي محللها، كنا بنحللها باتجاه الواي اكسس وباتجاه الاكس اكسس. هذه قيمتها كوساين، هذه قيمتها ساين، ام بي تايمز ساين، بس هذه سالبي لاحظ، لانه الواي موجب لاعلى، فصار عندي ماينس ام بي في تايمز ساين 30 بلس اف واي تايمز دي تي، لان افترضتها انا لاعلى از ايكوال زيرو. ليش؟ لانه الحركه بس افقيه، يعني الباكج ما بيطير، ما هو متحرك عمودي، لانه بيمشي مع الكارت افقيا، فصارت هذه از ايكوال زيرو. فمن هذه المعادله عنديش الا مجهول واحد اللي هو اف واي تايمز دلتا تي از ايكوال بلس 15 نيوتن سكند، يعني الاتجاه هذا صحيح. بمعنى الاتجاهات الصحيحه لها هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، والاتجاه اللي احنا يعني هذا مش اتجاه، والاتجاه اللي اعلى خلينا نقول بهذا الاتجاه، هذول الاتجاهات الصحيحه للاف تايمز دلتا تي في بوث اوف ذم. طيب يا شباب، ففي هذه الحاله انا بكتب الامبلس، لاحظ زي الاي والجي بقيمه قديش قيمه الاكس، الاكس كومبوننت والواي كومبوننت. في هذه الحاله انا يعني خلصت العمليه. بس لحظه بسيطه يا شباب، انا عارف انه انتهى الوقت، بس لحظه بسيطه مشان نجد قديش قيمه، مشان نخلص هذا المثال، قيمه الانرجي لوس. الانرجي لوس بيعتمد على قديش الطاقه الحركيه البعديه والقبليه. طيب يا شباب، القبليه هذا كان ثابت، فعندي شيء الا بس الطاقه الحركيه من الباكج نفسه، اهاف ام بي تايمز في 1 سكوير، فطلعت عندي 45. الطاقه البعديه في نهايه الامباكت اللي هي نجمع 2 نضربهم في 2 اللي هي اهاف ام بي تايمز في سي تايمز في 2 سكوير، وكل شيء معروف معاني. لاحظ انت هون قديش الطاقه وهون قديش الطاقه، صار في عندنا لوس اوف انرجي. هسه قديش الانرجي لوس برسنتج يعني؟ فصار عندي لاحظ بالطريقه اللي نجد فيها الانرجي لوس، الطاقه الاولى ناقص الفاينل ديفايدد باي ذا فيرست، الفيرست ماينس الفاينل ديفايد باي ذا فيرست، 45 ماينس 9.63 ديفايد باي 45 يعطيني يعني قديش؟ يعني هذه بالبرسنتج قديش؟ سوري قديش البرسنتج قيمتها؟ نعم اللي هي 70 اللي هي 78% السلام عليكم.